في مختلف المناصب. كما سنتحدث اليوم ونناقش تحذيرات بعض الأندية للموسم الكروي الجديد، وسنقف عند من تنقل إلى تونس ومن فضل الذهاب إلى تونس للتحذير ومن فضل البقاء بالجزائر. مشاهدينا، من أجل ذلك أرحب بمحللية تلفزيون الجزائري وضيوفنا في عدد اليوم. أبدأ مع إبراهيم زفور على يساري. مرحبا بك إبراهيم. مساء الخير علي، مساء الخير لكل المشاهدين الكرام. شكرا لك إبراهيم. مصطفى كويسي على يميني، مرحبا بك مصطفى. السلام عليكم علي، والسلام موصول لكل المشاهدين. وعليكم السلام. وضيف عدد اليوم سمير حوحو، والمدرب واللاعب السابق والمستشار، مرحبا بك سمير. مساء الخير علي، وسعيد جدا بوجودي معك. هذه غيبة اون بليس مع مصطفى وابراهيم، سي ان بليزير باش يكون معكم، وتحية للمشاهدين الكرام اللي متابعوا فينا. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا نبدا نقاشنا بعد هذا الفاصل. إذن البداية مشاهدينا كالعادة بأخبار الخضر، أخبار اللاعبين المحترفين في مختلف الدوريات أوروبيا وعربيا. البعض منهم تألق والبعض تعافى من الإصابة، والبعض الآخر لا يزال يسابق الزمن من أجل اللحاق بمباراتي الخضر الأسبوع القادم ضمن تصفية كأس العالم قطر 2022. أبدأ مع مصطفى كويسي. مصطفى، اللاعبون بين متألق على غرار محرز، بن ناصر، بن رحمة، دولور وغيرهم كذلك، وبين مصابين على غرار سليماني، بن سبعيني وبالعمري، حضورهم من عدمه لم يتأكد بعد. لا يشوف، تكلمنا في الحلقة السابقة وقلنا أن يعني هذا في كرة القدم ليجيميتي إكزيست، يعني كل شيء يعني وارد. الإصابات موجودة في كل يعني المنتخبات. أنا سمعت يعني أن الناس يعني شوية يعني تقلقوا على، أنا بالنسبة لي والله العظيم يعني ماهيش حاجة كبيرة. صح أن أي ناخب يحب أن كل التشكيلة تكون يعني جاهزة، ولكن في بعض الأحيان هذا هو يعني كما تكلمنا. إذن ثلاثة أو أربع لاعبين مصابين، وحتى يعني لو نقولوا راحين يعني يغيبوا على المباراة يعني الجاية للنيجر اللي نظن في متناول الفريق، حتى ما راحش يعني يخلق لنا إشكال. أما من اللي في فورما بداوا يعني يطلعوا تصاعديا، بداوا رانا نشوفوا فيهم أنهم يعني الفورما، وهذا هو لاعب كرة القدم في بداية الموسم دائما يطلع تصاعديا يعني دائما شوية تدريجي، بشكل تدريجي حتى يلحق الفورمة تاعو يعني الأوبتيمال. نعم، وذلك ما نتمناه في مباراة الجمعة المقبل بحول الله بملعب مصطفى تشاكر. على مستوى خط الهجوم إبراهيم وسامير حوحو، يعني يمكن القول أنه لا خوف على المنتخب الوطني في ظل تألق أندي دولور الذي اختير لاعب في التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي في الجولة الفارطة، بالإضافة إلى لاعب الشهر في نادي نيس مثل ما كان الحال بوداوي في الشهر الفارط، تألق كذلك بونجاح في فريقه السد القطري، بالإضافة إلى والناس وبالرحمة. يعني في الخط الأمامي يمكن أن نقول بأن لا خوف على المنتخب الوطني سمير. ظن باللي كما تفضلت به اللاعبين خاصة تاع الخط الأمامي راهم في غروند فورم، خاصة بالرحمة ولا محرز، يعني رغم الهزيمة إلا أنه أدى يعني كان من أحسن اللاعبين في مانشستر، أفضل من جهة مانشستر في المباراة حسب تنقيط. نعم. التنقيط تاع بعض يعني الصحف. ولكن أنا الهاجس اللي شوي كان مخوفني هو لا فورم اللي فيها بونجاح، اللي ما كانتش مليحه في المقابلتين يعني لي دو بريمي ماتش. نظن نتمنى يكون يرجع لافورم تاعو خاصه مع لا بليسيور دو سليماني، وكذلك دولور اللي ثاني يرجع بقوه. دونك لا خوف على من جهه هذه، ولكن انا متمني باش بونجاح يعاود يرجع الثقه تاعو لانه يفيد الفريق الوطني. يعني سجل اربعه اهداف منذ المباراه السابقه، يعني هذا الشيء اللي بشر بالخير يعني وموا يعني يعاود يكسب الثقه اللي شفناه يعني حقيقه ودرها بلي لي دو بريمي ماتش مع الفريق الوطني. ان شاء الله يعاود يرجع لا غروند فورم تاعو باش يعني تبقى قوه ضاربه تاع الفريق الوطني والخط الامامي. حتى سليماني يعني مشاركته قد تكون او قد يكون
يكون حاضرا بعد تصريحات المدرب بيتر فوس من جانب مدرب فريق ليون؟ قال بأنه من المحتمل أن يكون حاضر في مباراة ديربي مع سانت إتيان الأحد المقبل. هذا شيء نتمناه إن شاء الله. الوارد يعني. يعني حتى سليمان يعني بدأ يعني حتى في تحضيرات فريق ليون أو المقابلات يعني الأولى اللي دخل فيها كان مليح. نظن الإصابة هذه شوية راح تحبسوه، لكن كما تفضلت به لي ممكن يعود يولي المنافسة، وهذا الشيء يعني يكون دعم للفريق الوطني. نعم إبراهيم زافور، يعني هناك معضلة في الخط الدفاعي، يعني على عكس وسط الميدان والهجوم قد يواجه المنتخب الوطني يعني مشكلة ومعضلة في الانسجام، خاصة يعني في ظل إصابة بالعمري. ماندي كذلك شارك فقط في دقائق معدودات في تقريب المباريات الثلاث الماضية، وهل يعني سنعود؟ كيف تتوقع يعني حل هذه الإشكالية وهذه المعضلة في انتظار تأكيد مشاركة بالعمري من عدمها؟ نظن يعني دائما الناخب الوطني يعني يلقى حلول بالنسبة لهذا المنتخب. اليوم ما عندناش فريق وطني، عندنا يعني مجموعة من اللاعبين ليكونوا هذا الفريق، ودائما اللاعبين اللي راهم يكونوا ينشطوا داخل الميدان راهم يؤدوا بالواجب تاعهم. نظن المدرب جمال بالماضي عنده حلول، شفنا يعني في بعض المباريات وين اقحم بعض اللاعبين وترك بعض اللاعبين خلاهم يعني في دكه الاحتياط. اليوم الفرصه لبعض اللاعبين اللي ما لعبوش المباريات الاساسيه باش يعني يبانوا ولا يعني برهنوا على امكانياتهم داخل الميدان، وخاصة أنه راح نلعب مع فريق يعني نقدر نقول أنه في متناول منتخبنا، مش من الفرق الكبيرة يعني على الصعيد الإفريقي، في متناول منتخبنا الوطني. نظن لا خوف على منتخبنا الوطني في هذه المباراة. نعم يعني تريد أن تقول بأنه مع كسب اللاعبين المنتخب الوطني لدقائق اللعب في على عكس المباراة السابقة، وهناك من يقول بأنها مباراة مفخخة يعني مباراة النيجر، خاصة مباراة العودة ببنيامي بعد ثلاثاء يعني. لا يمكن راح تكون مباراة أصعب من مباراة جيبوتي، لكن في متناول منتخبنا عندنا لاعبين يعني نشطوا في أغلب البطولات. الخط الدفاعي عندنا لاعبين احتياطيين يعني دائما كيدخلوا يقوموا بالواجب تاعهم. اليوم منتخبنا الحق نقدر نقولوا إلى أعلى مستوى وين قادر ينافس أي فريق خاصة في إفريقيا. نعم بالنسبة لكذلك خط وسط الميدان، مصطفى كويسي هو الخط ربما الأكثر استقرارا والأكثر ثباتا من حيث مستوى اللاعبين على غرار بن ناصر وكذلك زروقي وأدم زرقان وحتى قديورة الذي كسب مبارتين اثنتين يعني منذ التحاقه بشيفيلد يونايتد. شوف أولا برك نرجع للمدافعين، أنا تكلمت تاع على يعني البدايه، نقول شحال من خطره وحنا نقولوا يعني الناخب الوطني راه يملك ثلث فرق ثلث تشكيلات. نجبدوا جبت المثال تاع بالعمري، بالعمري نقولوا راه مصاب دوك سا ديبون في المحور الدفاعي، ولكن يعني اسمح لي في المحور البدائل الموجودين بدران كاين بدران كاين توبا هادو اللي لعبوا يعني راهم بينوا الامكانيات تاعهم راهم لعبوا بينوا. الإشكال اللي راه موجود ربما هو بسبعيني هذا هو الإشكال، راه موجود في الجهة اليسرى، لأن ما نظنش راه في الوقت الحالي عندنا يعني بديل اللي يقدر بنفس المكونات بنفس مصطفى محمد فارس عادة بقوة ويشارك بانتظام مع ناديه جنوى يقدر حتى أنه سجل هدفين يعني في نعم بانتظام يقدر هذا خيار ممكن يقدر يعيط له يقدر يعيط له يقدر. أنا نظن إن شاطر مصطفى يعني اسمح لي مقاطعة مصطفى، إن شاطر مصطفى يعني البدائل كاينة، ولكن الهاجس الوحيد هو أنا كنت راح نتكلم عليه هو الجهة اليسرى، يعني حقيقة خسف في الماتش اللي فات صراحة ملموش يعني مقابلة دخل في سياق سياق صعيب والمقابلة الأولى تاعو إن شاء الله يعني إن شاء الله باسكو أون با طون يعني باش نستناو سي دي 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 ماتش دو كاليفيكاسيون علي دونك إن شاء الله وإلا تم يستدعى فارس سي اونكور ميو اللي راهو يلعب بانتظام عنده طون دو جو في أفضل أحواله يعني عاد بشكل وإلا خاسف راه يلعب خاسف لازم يفوكي البروف يعني ما عندوش وقت باش يزيد مدرب شاك فوا يعطي الفرصه، لان حقيقه المقابله اللي فاتت دخل شويه بيرتوربي ما كانش يعني وعنده يعني مونك دو ريتم اللي لاحظناه كان باين على يعني لاحظناه. دونك نتمنى تكون يعني المدرب يلقى حل للجهه اليسرى هذه.
نعم بالعوده الى وسط الميدان. نعم. وسط الميدان. نعم. وسط الميدان صح ان الاشكال راه موجود في ما يخص غياب زروقي، الاصابه اللي راهي عنده نتمناو، احنا نتمناو اللي ما تكونش يعني خطيره او يعني اللي راح تطلب له وقت. لماذا؟ لاننا شفنا هذا اللاعب راه يعني من مباراه لمباراه هو يعني راه ياكد كل الامكانيات تاعو، حتى الناخب راه قال لي جو سوي اون بلومون ساتيسفي بالاداء تاعو، ورانا كاع شفنا ان اللاعب هذا نظن كما يقول لك اثبت المكانه تاعو. الاشكال راه ربما هنا عنده قديوره الان ربما راه وقت لعب ما عندوش مباراتين في ولا وقت مباراه واحده لعب ماشي. دونك على بالك عندما يعني تكون متقدم شويه في السن والناس هنا لعبوا كلهم كره ساعات صعب لك يعني من ناحيه البدنيه خاصه الاسترجاع. اذا ربما لو ما احضرش يعني ما نتمناوهاش ما حضرش زروقي، ان انت ما نظن باللي ادم زروقي قادر يعني يعود المكانه ولو حتى بطريقه يعني نقدر نقول لك عاديه. اقتراب بالمناسبه اللاعب الشهر في الدوري البلجيكي خلال نعم. شهر سبتمبر. اما بالناصر راك تقول في شهر الرواق بالناصر رانا نشوفه فيه من اليوم الى اليوم من مقابله الى المقابله هو راه يعني تطور وعاود رجع الامكانيات تاعو اللي عودنا عليها من قبل. نعم وتم اختياره سامر حوحو كثاني افضل لاعب في المباراه السابقه للميلان بدوري ابطال اوروبا من جانب فريقه ميلو. يعني ما هي سهله يعني باش تكون نعم. باش تلقى بين بلاص دو تيتولار بعد اصابه كيسي وخروجه ويعني صار الجهد مضاعف من جانب بن نصر. يعني رغم حضور كيسي وكلش المجموعه الا انه قدر يجيب مكانه اساسيه في فريق يلعب تشامبيونز ليغ، هذا الشيء ماهوش امر سهل يعني في فريق عريق كيما ميلان سي. دونك هذا الشيء اللي يدل كيما قال مصطفى على لا غروند فورم يعني لا فورم اوبتيمال اللي كنا نعرفها تاع بن نصر. عاود ولا لا هذا الشيء يعني راح يمد قوه كبيره خاصه يعني وسط الميدان تاع الفريق الوطني. نعم بالنسبه لادم زرقان والتطور السريع والملحوظ في الدوري البلجيكي وما اختياره افضل لاعب في الشهر في البطولة البلجيكية إلا يعني خير دليل على ذلك. لا هذا الشيء يعني إيماج سريع يعني في اللعب. هذا الشيء يعني مليح ليه راه يعطي ثقة أكبر رغم أن يعني اللعب في فريق في أن كلوب ماهيش كيما في الفريق الوطني لأن يعني تختلف يعني الضغوطات تختلف طريقة اللعب، ولكن لا فورم اللي راهو فيها زرقان راح تخليه يعني يكون في المجموعة ولا يعني يكون عنده دور في الفريق الوطني هذا ولو حتى احتياطي يعني في حال اي يعني طارئ مثل اي طارئ يقدر يعني يشارك لانه راه يلعب بانتظام في الفريق نتاعو. نعم بالنسبه كذلك لي دائما مع ما متوسط الميدان ورايك يعني في عوده امكانيه ربما عوده عدلان قديور الذي لطالما يعني اعتمد عليه المدرب جمال بالماضي حتى يعني في فترات الفراغ التي مر بها. لا نظن يعني عدلان قديورة عنده الخبرة الكاملة باش يكون في المجموعة حتى ولو حتى انه يكون اساسي، لكن انا بالنسبة لي نظن نشوف يعني نقدر نقولوا بن ناصر وادم زرقان اللي راهو يقوم يعني راهو نقدر نقولوا متحرر نفسيا راهو من احسن اللاعبين في فريقه في شارلوروا، خاصة انه يعني كان احسن لاعب الشهر والهديه يعني الهديه اللاعب عطاها له قدمها له قائد الفريق اللي عوضه يعني هو ادم زرقان عوض قائد الفريق وفي مكانه يعني كان مصاب ادم زرقان يعني قائد الفريق شارلوروا هو اللي قدم له هديه احسن لاعب في الشهر في مكان القائد. يعني انا نشوف الروح خاصه ادم زرقان نعرفوه عنده امكانيات كبيره تحرر نفسيا في البطوله البلجيكيه. نتمنى أن نشوفوا هذو اللاعبين مستقبل بالنسبة لفريقنا الوطني لأنه عندهم إمكانيات كبيرة وعندهم يعني سنوات عديدة يقدروا يكونوا في صالح منتخبنا الوطني. نعم يعني هذا الأسبوع من هنا إلى غاية الثلاثاء ثم إلى الجمعة العديد من اللاعبين مصطفى كويسي سيتبين يعني مصير مشاركتهم من عدمها على غرار بن سبعيني بالطبع. غدا احتمال ان يكون حاضر في قائمه 18 في مواجهه فولسبورغ الجوله السابعه من البوندسليغا. نعم يدرب بفرض نعم حتى كذلك بالنسبه لبوداوي الذي عاد لتدريبات الجماعيه هناك كذلك سليماني
وفقا لحديث المدرب بيتر فوس الذي قال يقدر يكون من المحتمل ان يكون حاضر يوم الاحد. نعم. وبالتالي اسبوع سيكون فاصل بالطبع الان هذا الركائز خاصه. نعم ثلاث ايام او يعني الناخب الوطني تكون عنده نظره يعني عامه وشامله على كل يعني هذه الاصابات. برك الشيء اللي يلفت النظر مقبل تكلمتوا على اسمه ادم زرقان. نعم. والشيء اللي يلفت النظر هو سرعه التاقلم تاعو. يعني ما يسهل عليه عندما تروح انت الفريق يعني وتمتم تشي تضبط سي با فاسيل. وانا هذه اللي فريمو علاش قلت لك راه يعني في الطريق مصطفى نظن الواحد ما يستغربش لانه مر من مركز تكوين اكاديميه بارادو اللي عطاوه كل يعني الامكانيات وعطاو له كل حاجه اللي لازم اللاعب يكون في ايه داكور هي شوف ميم تكون يعني تكون مكون كذا ولكن عندما تروح الفريق جديد هو هيك انتما تنقلنا غير هنا يعني محليا تنقلنا شفت تلقى بعض الصعوبات عندما تتاقلم صحنا مصطفى اسمح لي تبقى لي كونديسيون اللي حطك فيها الفريق اللي تروح عنده كاين فريق تروح وتلقى صعوبات وكاين فريق وين تروح سي لونفيرونمون باش الحاله النفسيه تاعك تكون مليحه. سيرتان مو زورغان في الفريق هذا لقى يعني كساسوا لا مونتاليتي دي جوار اللي معاه تعامل المدرب معاه زيد عطالو الثقه يعني هذا الشيء يخليك يعني خليك تكون تلعب براحه وتلعب بامكانياتك. حنا نعرفوا اللاعب كلش مورال كون تي مورال مون بيان تو اكسبلوات الامكانيات تاعك في اقصى حد وكي تعود نفسيا ماكش مليح تعود يعني تلعب 20 40 30% دونك زرقان راه في حاله نفسيه مليحه وهذا الشيء اللي بشر بالخير عليه. نعم ولا خوف على متوسط الميدان كذلك كما هو الحال على الاقل يوم الاحد او يوم الاثنين توكاسي يوم الاثنين بالماضي تكون عنده نظره شامله على اللاعبين يعني اللي يكون يعني راح يستدعيهم يعني وخاصة المصابين لأن لو كان ماشي الإصابات أنا نعرفه تقريبا التشكيلة ولكن ربما نقدروا نهضروا التشكيلة لأن راح يكون فيها ما نقولوش جديد ولكن بعض اللاعبين اللي راح يكونوا كاين مشكل عليه كاين مشكل ربما والناس راح يكون كاين مشكل آخر في غولي. نعم فيغولي اللي ماهوش يلعب يعني اربعه من سبع مباريات تقريبا وخاصه في الاونه الاخيره يعني با كومبيتيتيف. شفنا الفريق تاعو يلعب بدون فيغولي سي فري فيغولي قطع اساسي في الفريق الوطني خاصه من ناحيه تكتيكية يعني منضبط هجوميا لا دفاعيا يعني انا نقول لك بارمي لي جوار لو بلو ديسيبليني تكتيكمون في الفريق الوطني يعني ادي تحس باللي ادي الادوار تاعو تكتيكيه خاصه لكن غيابه على المنافسه قد يؤثر كذلك. رغم هذا الشيء ما تقدرش انا ما نظنش كان يقدر يستغنى عليه الناخب الوطني في التشكيله الاساسيه رغم يعني رغم قله المنافسه لاحظنا حتى سمير لاحظنا في لاحظنا يلعب في الربط صار يلعب على كصانع العاب في ناديه ويست هام يعني صار عنده عدة مواقع في اللعب ووظائف مختلفة كذلك سعيد بن رحمة. نعم لا أنا متفق معك ولكن عليه ذوكا باش نتفاهمه ماشي جوار بارزومب اللاعب كيتألق في فريقه صح. يعني اوتوماتيكمون يكون اساسي في الفريق الوطني لان الفريق الوطني كاينه منظومه خصوصيه يعني. كاينه منظومه وكاين ربط بين اللاعبين كومبليمونتاريتي لا كومبليمونتاريتي اللي يعرفوها الجزائر كل صحت يعني صحت بلايلي مع بونجاح محرز فيغولي بالنصر يعني هذا خماسي لعب مقابلات حاسمه وعديده ما سي با فاسيل باش نحي يعني لعب والا يعني طارئ اصابه ولا حتى ان مونك دو كومبيتيسيون سي كو فريمون يعود فيغولي ماشي يعني يعود يعني لا فورم ماشي مليحه باش تقدر تنحيه لانه داخل في المنظومه تاع الفريق الوطني. لا حتى فيغولي فيما يخص انا نظن صح انا شاطرك تمام ما يقدرش يستغل على يعني يستغل تاع لاعب اللي عنده يعني خبره وخاصه ان بوا في الفريق ان بوا وزن وخاصه من الناحيه التكتيكيه انا نقول لان الناحيه البدنيه هو يقدر يلعب ولو شوط صح كما شفناها يعني شفناها مباراه وين ضد بوركينا فاسو شفنا فريق يعني تعب فريق وطني في الشوط الاول في غولي شفنا وجه مغاير في الشوط الثاني بدون فيغولي يعني صح. هنا تكلمنا وقلنا انه فيغولي محرك الفريق صح. يعني هو محرك الفريق من الناحيه الهجوميه ومن الناحيه الدفاعيه علاقه الربط بين بين في الانتقال يعني. لا شوفوا باش نتفاهموا يعني تكتيكيا ويلعبوا نفس الدور هو بن نصر ولكن اللي بلوس اوفونسيف على بن نصر لان الفريق الوطني كيعود تشكيله حاضره يلعب 4-1 4-1 هذه معروفه
في التنشيط كان في غولي وبالناصر على الجهه اليمنى واليسرى ولي تروز اتاكون يعني اللي نعرفهم، ولكن في غولي اكثر هجومين من بالناصر. دونك نزعل هجومية يعني نعم. وتبقى يعني الإشكالية التي تحدثنا عليها في محور الدفاع، وقد تكون ربما أسماء جديدة وبدائل حاضرة يتم الحديث عن. أنا والله ما عندي حيرة كما مصطفى. مصطفى صح أن ربما مش في لاكاليتي مصطفى كما يقول جعفر في الانسجام. لا شكون اللي راح يلعب ماموندي؟ ولكن أنا قلت لك التي كان إلى وقت سابق كان الناخب الوطني يبحث عنها كثيرا. كان عندنا مشكل في لاكس بكري. والله أنا شفت إبراهيم هنا بالدران شفت هذاك يعني توبا. أنا نظن بالنسبة لي لا قادرين أن فكاليتي ما كانش اشكالي. نقدر نقول لك استثنائي سي اكسيبسيونال يعني صح. ما شي ظرفي ماشي يعني شي اللي راه. اذا انا بالنسبه ليا بدران او توبا قادرين يعني يعوضوا بالعمري يعني بكل سهوله. بالنسبه للمباراه ضد جيبوتي يعني وين كان فيه التغيير بالعمري دخل في مكانه توبا، نظن يمكن راح يكون خيار المفضل بالنسبه للمدرب. لكن يعني الخيارات راح ترجع للناخب الوطني جمال بالماضي هو اللي راح ادرى بفورمه اللاعبين وادرى بالمنظومه راح يلعب بها والانسجام. نظن في هذه الخيارات نظن احنا قلنا انا بالنسبه لي قلت طوبا موندي، لكن يبقى الخيار الاخير يقدر يكون طهرات موندي اكيد طهرات او مصاب. دونك يعني هو يعني بين بدران الافضليه بين يعني بدران وتوبا. ونظن كما قال انا شاطر نظن باللي توبا عنده اكثر حدود باش يوجد، لان عندما شاهدنا شفنا انه عنده شويه ايناين ماتوريتي اكثر تنافسيه اكثر يعطيك سعره يلعب وعنده وقت يلعب اكزاكتو. نعم هذا عن كل ما يتعلق بالمنتخب الوطني. البدايه ستكون يوم 4 اكتوبر من خلال البداية التربص ومنطقة مختلطة، بعدها ستكون ندوة صحفية يوم 7 أكتوبر عشية المباراة الخميس المقبل. في أسبوع سيكون كذلك من أجل ربما مفصلي مباراة ستكون مفصلية ربما ليست حاسمة ولكنها مفصلية للتدارك من ناحية النتيجة يعني التعادل، وكذلك للاستدراك يعني استدراك النقائص المسجلة في المباراة السابقة ضد خاصة ضد بوركينا فاسو التي كانت يعني بمثابة درس حقيقي سمير. أكيد نمر إلى أكيد يعني باسكو شفنا يعني في المقابلة تاع بوركينا فاسو شفنا وجهين للفريق الوطني. الشوط الأول شفنا الفريق الوطني اللي نعرفوه رغم يعني الفرص السانحة ما سجلناش، ولكن شفنا في الشوط الثاني تراجع للفريق الوطني. درك حنا نشوفه من بعيد، انا كنت حللت في بعض وسائل الاعلام المقابله قلت ممكن كاين ان ديفيسيت سو لو بلان فيزيك. درك ما على باليش اسكو الحراره باسكو نعرفوا باللي مراكش سخونه النهار اللي لعبوا يفوزي 40 وقيله ولا 38 ولا نظن شفنا باللي عامل بدا ما شفناش هذيك لا بويسونس اللي كنا نشوفوا فيها في الشوط الاول. دونك كانت عده عوامل اللي خلات الفريق الوطني يظهر ب يعني بشكل مغاير لما تعودنا عليه. المقابله هذه تاع نيجر سيرتينمون يكون المدرب يعني استدرك النقائص وراح نعاودوا نرجعوا ان شاء الله نشوفوا تشاكر مولفين فيه اللاعبين عندهم لي روبار عندهم عاده ما اذا حاجه شيء الحمد لله كانت بيان لا ريبريز مع المدرب جديد كريم زاوي معروف الحمد لله. ليفيكتيف بريس كون كومبلي ان شاء الله حنا نديروا اللي علينا نخدموا بيان باش نعوضوا هذا الوقت اللي فاتنا ان شاء الله. حنا جينا اليوم لقينا ظروف جديده مع نوفالير ان شاء الله يكون فيها الخير علينا وعلى ليكيب مع الاداره جديده ثانيه ونكونوا حنا في الموعد باش نشرفوا الالوان تاع الفريق. وضعية وإن كانت صعبة بالنظر إلى ضيق وقت التحضيرات إلا أن الطاقم الفني بقيادة المدرب كريم زاوي أكدوا أنهم سيعملون بالسرعة القصوى لاستدراك التأخر من خلال تربصين مبرمجين بالعاصمة ومباريات ودية تساعد اللاعبين على رفع لياقتهم واسترجاع روح المنافسة. كنا نود نبدأ التحضيرات في أول سبتمبر ولكن ما ساعفناش الحظ. اليوم بقتنا 23 يوم المباراه الاولى درنا برمجنا عده حصص نبداوها من اليوم يوم الاحد ان شاء الله ندخلوا التربص مغلق لمده 12 يوم وتتخلل فيه ثلاثه او اربع مباريات، ثم الاسبوع الاخير فيه تحضير تكتيكي او نقول باللي
نحضروا أول مباراة تاعنا بكل جدية. جزنا بظروف كثير صعبة، من الحمد لله الناس وقفت على الفريق هذا وعرفوا كيفاش ينطلقوا بالفريق هذا. إن شاء الله نديروا اليد في اليد إن شاء الله باش الفريق هذا يكون في أحسن أحواله إن شاء الله. مارغريتو راح تكون مأمورية صعبة كثير كثير. النصرية وإن بدأت التحضير للموسم الجديد إلا أن الفريق لم يتخلص من المشاكل، وفي مقدمتها عقود اللاعبين الذين طلب البعض منهم فسخها بسبب إعادة مراجعة أجورهم، على غرار ربيع مفتاح، ناجي عزي وغيرهم، ما يحتم على الإدارة الحالية إجراء استقدامات وبشكل سريع لتعويض النقص لاكتمال التعداد لموسم سيكون جد صعبا على أصحاب اللونين الأحمر والأصفر. موسم جديد للنصرية وعلى غرار بقية الأندية بإدارة جديدة بعد تنصيب سفيان بوضروايا مديرا عاما إبراهيم زافور من طرف أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 أشهر هكذا حتى إلى غاية يعني الاستقرار على إدارة جديدة، مع كريم زاوي أحد أبناء الفريق من أجل قيادة العريضة الفنية، وبداية متأخرة نوعا ما مقارنة بالأندية ببعض الأندية التي سبقت. يعني المهم كان فيه بداية. ظن يعني بعد عدم الاستقرار في الإدارة واستقالة ولزميرلي يعني كان فيه قاموا يعني وأعضاء المجلس بتنصيب مدير عام مؤقت بالنسبة لفريق نصر حسين داي، الوقت اللي يلقاو فيه حلول بالنسبة لهذا الفريق. نظن اليوم تعيين المدرب كريم زاوي نظن اليوم كريم ابن الفريق، يعرف الفريق كما لازم الحال، وخاصة أنه تحصل على شهادة كفأ مؤخرا. نحن نتمنوا له كل التوفيق، يعني لعب في البطولة الجزائرية، لعب في تونس، واليوم راهو كان مدرب لعدة فرق جزائرية على رأسها شبيبة الثورة، يعني اللي كان كمدرب رئيسي. نظن اليوم كريم زاوي عنده الكفاءة باش يكون مدرب لهذا الفريق، ونتمنى له كل التوفيق. يعني من المؤسف أن رانا نشوفه يعني النوادي محترفة من المحترف الأول تعاني من ناحية المادية وتعاني من ناحية الإدارية، يعني هذا شيء مؤسف. المفروض أنها شركات ذات أسهم، لكن اليوم رانا نشوف يعني هذه الشركات تنتظر تمويل من الدولة أو من الولاية، لكن نظن اليوم تقريبا كل الشركات راهي مفلسة. صحيح. إلى أين يعني الكرة الجزائرية إلى أين بهذه يعني بهذه الطريقة ولا بهذا المسير؟ نعم، هو يعني كما يقال كلامي يكرر كل بداية موسم وكل والله يعني ماشي كل مرة بداية يعني. موسم منذ 2010 وحنا نتكلموا على هذا المشكل المادي بالنسبة لبعض الفرق. نعم. يعني بعض الفرق، لأنه بعض الفرق كان فرق اللي راهي مرتاحة من الناحية المادية، عندها كل الإمكانيات، أما بعض الفرق راهي تعاني في كان يتعاني في الصمت، اللي كان يتعاني كل يوم راهي تشتكي، لكن ما لقوش حلول. نعم، يعني سمير حوحو، يعني أقل من شهر، في نهاية شهر أكتوبر تنطلق البطولة، أقل من شهر يعني تحضير بدني وفني وتقني ينتظر الفريق، هل هو كافي في بطولة محترفة؟ يعني لا، يعني صراحة من ناحية يعني ميثود منهجي التدريب نظن ناقص شويه، ولكن ما عندناش بزاف اللي كملنا الشامبيون. يعني هذه البطوله للمحترفه بين قوسين بيان سور صراحه يعني كوارث كبيره، يعني صراحه دونك شفنا الفرق كاين اللي حتى اللي مازال ما بداتش، كاين هذا من بدات ما كان يعني حتى معيار فني او يعني امور واضحه تمشي بطريقه علميه، ما كانش لا بروف. شوف النادي يعني كلوب بريستيجيو كيما النادي، ما عندهم رئيس اداره، رئيس مؤقت، مازلنا في المؤقت بركه، يعني جوسكا كون البريكولاج هذا باش نهضر على النادي سي براتيكمون تولي كلوب ابار كيما قال ابراهيم اللي عندهم زهر وعندهم شركات، وهذا مره اخرى زدنا نهضر عليه، ما كانش عداله في توزيع الشركات. علاش اون ايكيب عندها شركه والاخرى لا علاه؟ شركة الباص وكل ذلك غير موافق لمعايير الاحتراف. يعني واش من احتراف؟ كل فرق تسنى عليه الدعم من عند الدولة. نعم. انا بور مو شركة اساس بي اي، شركة خاصة منتجة، يعني هي اساس بي اي شركة. نعم. خاصة. نعم. كيفاش تسنى الدعم من عند من درهم تاع الدولة؟
لا يزال الامر ربما المسار طويل نحو الولي. انا كنت نددت وقلت يعني من 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 عده منابر نورمالمون نعاودوا نرجعوا لاموتوريزم، لان الدوله راهي تمول، هي اللي راهي تمول. دونك ورا البروفيسيوناليزم من 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 اهم نقاط بروفيسيوناليزم سي لوطو فينانسمون، التمويل الذاتي، مخرجات ومداخل. نعم التمويل الذاتي، وريني واش من فريق واش من شركه راهي دخل في دراهم. لا تزال الامور لا تزال بعيده مصطفى، يعني ننتظر ان تكون يعني بدايه جديده للنصر حسين داير على الفريق العريق. انا شخصيا والله متاسف، متاسف على حالة اللي راهي تعيش فيها النصريه. النصريه تستحق احسن من هذا. نعم. لان صح. فريق كبير وخرج يعني عده لاعبين للمنتخب الوطني. نعم يعني شو كان عندهم تاريخ حبوا لاكره، ولكن في النصريه شيء انا اللي راني لاحظته، انا نظن باللي السنوات راهي تمر وتتشابه، لي زاني باس اي سو غوسون، يعني نفس كل عام نفس المشاكل يعني التنظيمية. ماشي غير النصرية بصح، لا هي كل فرق، ولكن النصرية خاصة شو يعني فريق كما هذا يعني يلعب يعني ورقة سقوط تقريبا، يعني شيء غريب، لأن ما نساوش النصرية كونت لاعبين كبار وعندهم حتى نظن حتى شبان من ناحية شبان عندهم لاعبين اللي ربما زيد ربما من شاطرك شوية ولو يعني انت راك في الميدان قلت اسابيع مش قليله، ماشي ماش ما تقدرش في ثلاث اسابيع سمير بالتحذير من جمال. لا التحضير راح يكون ناقص. انا قلت حتى ناقص مصطفى، قلت ناقص قلت ناقص، ما انا ما انا ما فهمتك، ما لازم ثلاث اسابيع من غير معقول نقول باللي لا لان حتى يعني قلت من ناحيه علميه بعد من علميه. اذا شوف دي المشكل تاع التسيير زيد لهم الان مشكل مونك دو بريباراسيون، وعلى بالك السنه الكرويه تنعكس على البريباراسيون. لا ما درتش يعني تحضير كما ينبغي، عرب لي السنه راح صح تسيير الموسم الطويل والكبير. نعم مصطفى كويسي، قبل ان نواصل الحديث، هناك فريق اخر حديث النشأة مقارنه بين النصريه ومقارنه بانديه كثيره، هو فريق نجم مقرى الذي يعيش موسمه الثالث او سيدخل موسمه الثالث ببطوله الرابطه المحترفه. وصل الموسم الماضي الى نهائي كاس الرابطه بالكاد، يعني كاد ان يتوج باللقب وأفلت منه في اللحظات الأخيرة. نجم مقرى معنا الرئيس عز الدين بن ناصر عبر الهاتف، مرحبا بك سيد عز الدين وشكرا لك على تلبية الدعوة بداية. مساء الخير لك ولضيوفك الكرام وكل المشاهدين الكرام. شكرا جزيلا لك سيد عز الدين بن ناصر. كيف تسير أمور نجم مقرى قبل بداية موسمكم الثالث في الرابطة المحترفة بصفة عامة؟ يعني طبعا بسم الله الرحمن الرحيم تقريبا كجل الفرق الجزائرية نعم ممكن ما خرجناش من بطولة يعني 24 عود بعد ذلك، يعني ما كانش فترة كثيرة يعني تاع التوقف، دينا التحضيرات عندنا حوالي 8 أيام، هنا قدرنا كما يقولون نقبضوا الأساطير تاع ليكيب تاعنا حوالي 16 لاعب الموسم اللي فات، وقدرنا أننا كما يقولوا هذا التعداد اللي كانوا في الفريق يعني كل اللاعبين اللي كانوا في الموسم اللي فات يعني من أحسن اللاعبين كانوا اللي قعدوا معنا، ودعمنا الفريق بحوالي 10 لاعبين و11 لاعب جديد في المناصب، وعندنا كذلك خمس لاعبين من 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 الرديف يكونوا معنا في الاكابر، وراح يكون فريق يعني ان شاء الله ولما لا يكون فريق تنافسي الموسم هذا ان شاء الله. نعم الموسم الفارط يعني عدتم بقوه في الجولات الاخيره، تمكنتم من ضمان البقاء على عكس الكثير من الانديه الكبيره والعريقه يعني قبل جولات من نهاية البطولة، بلغتم نهائي كأس الرابطة في سابقة أولى في تاريخ الفريق، هل ما الذي تستهدفونه هذا الموسم يعني في البطولة أو كذلك في الكأس إن كانت هناك كأس الجزائر؟ طبعا ما يقبلكش أن الاستقرار، الهدف بتاعنا كان أول حاجة هو الاستقرار من الناحية الفنية وكذلك من ناحية اللاعبين ببقاء كذلك المدرب عزيز عباس وكذلك اللي يعرف البيت جيدا، وكذلك مرحله العوده اللي اديناها كما كنت تقول فانا احتلينا المرتبه الثانيه بعد شب الوزداد في مرحله العوده، واحتلينا المرتبه التاسعه يعني في نهايه البطوله. تعداد ان شاء الله احنا بالتشاور مع المدرب الاستخدامات كانت نوعيه في المناصب كلها، خاصه كان عندنا شويه ضعف في الدفاع،
والحمد لله اننا نأملوا كثير اننا نكون نديروا احسن من الموسم اللي فات، ولما لا؟ لان الموسم اللي فات احتلينا المرتبه التاسعه، ولما لا نكون الموسم هذا احسن ان شاء الله، احسن من المرتبه التاسعه، نحسنوا ترتيبنا ونكونوا احسن ان شاء الله في البطوله هذه، واللي جابها ربي احنا مرحبا بها، احنا نحوسوا نديروا تقاليد في كره القدم. بالنسبه لنجم شباب مقران، الفريق هذا تكون عنده تقاليد، تكون عنده كما يقولوا خطه لعب، تكون عنده منهجيه، تكون منهجيه تسيير كذلك، تسيير كذلك اللي نقولوه نعاودوه بتسيير بعقلانيه كما نقولوا احنا، اللي ما تكونش هناك ديون كثيره على الفريق، ما نخليوش الفريق هذا منهك كي نروحوا هنا، وغيرها من العوامل، معوامل النجاح اللي موجوده في نجم مقران مش موجوده في فرق اخرى. احنا نمشيو بعقلانيه كثيره خاصه من ناحيه الامكانيات البسيطه نستعملوها، والشيء اللي موجود هي الصراحه هذه الحقيقه. احنا نكون الصراحه موجوده بيناتنا كطاقم فني، كطاقم اداري وكلاعبين، نمشيو بالصراحه، وهذه اللي تخلينا ان شاء الله ننجحوا في المسيره تاعنا. نعم، وربما انتم من بين الانديه التي لها ديون قليله، يعني من بين اقل الانديه ديونا بطريقة تسييركم مع المدرب عزيز عباس، بدر الدين عابد مدرب حراس عزيز، وكذلك عادل بن مسعود كمحضر بدني. أنتم الآن في معسكر أول بملعب الإخوة بوشليق بمقرى، هل لديكم برنامج ويعني معسكرات أخرى خارج مقرى وربما كذلك خارج الجزائر؟ طبعا انكم تفضلون البقاء بالجزائر. طبعا احنا دائما نفضل البقاء في الجزائر. لماذا؟ لان عندنا كل امكانيه التحضير موجوده في الجزائر، ما تختلفش كثير على سواء في الاشقاء تونس او في الخارج. بالنسبه لي احنا ينتهي التربص يوم الاحد ان شاء الله مساء، وبعد ذلك يوم الاثنين نعطيو راحه للاعبين، يوم الاثنين الثلاثاء راح نتنقلوا للشلف الميرادور ان شاء الله، نكملوا فيها تربص تاع 10 ايام فقط، لان ما يبقاش وقت كثير، كملوا يوم حوالي 14-15 ان شاء الله اكتوبر هذا، وبعد ذلك تبقى اسبوع فقط للبطوله، ندخلوا مباشره في المقابلات. عندنا طبعا تنقلوا للشلفه وللتحضير استكمال التحضيرات، ثم كذلك مقابلات الوديه، تكون هناك زوج او ثلاث مقابلات وديه فقط، ما تكونش بزاف، لان الفريق ما يخفلكش ما تغيرش بزاف، عندنا كل الاوتوماتيزم تاع اللاعبين وكذلك الانسجام اللي بيناتهم، حتى اللاعبين اللي عاودنا استرجعنا سواء وكريف سواء الشلالي سواء كذلك اميري، كلهم لعبوا في مقرى ونعرفوهم مليح يعني، وهناك تكون ان شاء الله تشكيله اللي تقول ان شاء الله، نتمناو ان شاء الله تكون يعني الانسان يكون في المستوى، نطلب تضافر جهود الجميع. الشيء هذا كما يقولوا كذلك المسانده المنطقه تاع السيد الوالي جلاوي اللي كان ديما مساندنا وديما معنا وعاوننا كثير، خاصه من الناحيه الماديه ومن ناحيه بعض سبونسور، ونتمناو كذلك ما يخفلكش ان نجم مقرى كذلك عنده سمعه طيبه خاصه من جميعها، خاصه نهايه كاس الرابطه وكذلك البطوله للمشوار الجيد. ان شاء الله يعني هناك بعض التحركات ان شاء الله بيكون عندنا سبونسور ان شاء الله في القريب العاجل باذن الله. نعم، السيد عز الدين بن ناصر رئيس فريق نجم مقرى والاب الروحي لفريق نجم مقرى كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. طبعا نشكركم كثير على الاستضافه، وكذلك الضيوف اللي معاك المحترمين كذلك اللي نحترموهم كذلك ونقدرهم كثير، وسمير داوي وكذلك المجموعه اللي معاه ان شاء الله، زافور وكذلك كويسي. نعم. نقول لهم سمير حوحو. نعم لا سمير حوحو لاعب يعني لا درب نجم مقرى الى غير ذلك، اتمنى لهم ان شاء الله التوفيق ان شاء الله مسيرة موفقة خاصة الشيخ زفر ان شاء الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا سيد عز الدين بن ناصر. إذن العقلانية في التسيير وكذلك يعني الاستقرار في الطاقم الفني والطاقم الإداري وحتى كذلك في المعالم اللاعبين، يعني عناصر ثلاثة وصفة يعني بالنسبة للمدرب بن ناصر الناجح لحد الآن مع فريقه. والله أنا أقول سنة، أنا بالنسبة لي سنة استثنائية، فريق بإمكانيات يعني نقدر نقول لك صغيرة كثيرا، ولكن يعني واش داروا من الأداء يعني والمسيرة تاعهم يعني فريمون يسحقوا كما يقول لك رفع القبعة عليهم، هذا واحد يقولها. ولكن تكلم يعني أنا واش يعني شديت من الكلام تاعه، أولا الشيء اللي ما نشوفوهاش في الفرق الأخرى الاستقرار، سي امبورطون لا ستابيليتي. يعني شوف ياك فريق صغير وكذا، ولكن شو كياش حافظ على حديث النشاط، حافظ على اداريا يعني راهم موجودين، من الطاقم الفني
راه موجود. بون بعض اللاعبين هذه يعني لو مارشي 16 لاعب 16 لا بعض اللاعبين كاين اللي يروحوا كاين اللي يروحوا يديهم لك على غال او كان عندهم حارس مرمى. انا درت درنا مقرا العام اللي فات ابراهيم شفنا ان عندهم حارس مرمى نقدر نقول لك يعني من يعطيك صحه يعني من احسن حراس مرمى تاع البطوله بو يروحوا لك هذا ولا كره القدم. ولكن مازال هو الشيء اللي عندهم ثاني وهنا تاني الفضل يرجع لعباس المدرب لأنه يعرف البيت جيدا لا اعتمد على مجموعة ما يش على الفرديات. هذا هو يعني سر النجاح تاعهم هما أنهم عندهم مجموعة عندما تشوفهم يلعبوا يعني كل يعني يتير دون لو ميم ديريكسيون. هذا الشيء يعني لبعض الفرق الأخرى راي تعاني تفقد هذا الامر الاستقرار الفني او الاستقرار بالنسبه لمعالم الفريق. قال لك باننا سنعمل فقط 3 مباريات وديه تحضيريه لانه يدرك ان المجموعه تعرف المعالم وتعرف بعضها جيدا. لا مهم كذلك كي تحافظ على كما قال مصطفى الاستقرار خاصه الفني شيء مهم ومهم جدا. وللاسف اغلب الفرق ما يحافظوش على تشوف يعني لونترينور يدير اون بون سيزون العام الجاي ما كانش يعني بكل سهوله يستغناو عليه الوغ كو لونترينور عنده فلسفه لعب اللي يندمج مع اللاعبين. ولذا درك الفريق تاع مقرا ماهوش محتاج بوكو دو ماتش اميكو صراحه لانه حافظ على التركيبه اغلب التركيبه تاع اللاعبين يعرفوا بعضهم المدرب يعرفوا فلسفه اللعب تاعو او التعامل معه دونك ماهمش محتاجين وقت بزاف. سي فري بيتيتر سو لو بلان فيزيك راح يكونوا شويه ناقصين ككل فرق. ولكن من المنبر مره اخرى نحيو يعني نجم مكرا على عامل استقرار اللي هو مهم جدا اللي اعتمدوا عليه رغم كما نعرفوا باللي سي لاندي بيجي للضعاف يعني في البطوله ولكن تعامل معه بعز الدين بن ناصر اللي نحيو بالمناسبه بعقلانيه ما يروحش الديفولي يعني دي سوم كبار اللي ما يقدرش يخلصهم ومن بعد يعود الفريق مودان. نظن مره اخرى نحيومه على السياسه هذه وشفناها في الميدان لان مره اخرى يثبت باللي الاستقرار عامل الاستقرار ولو كذلك الروح القتاليه اللي عند الفريق تاع مقرا هي اللي دير لا ديفيرونس سي با يعني سي با لي غروند سوم تاع لي جوار هما اللي يديروا الفرق. والبحث عن اللاعبين يعني اللي كلفوا الفريق مبلغ كبير وحافظ على كما قال سمير الاعتماد على المجموعه بناء فريق يقوم على المجموعه ليس على النجوم ابراهيم زفور. هذا ما يحدث في فريق نجم مقرى وهو الذي ربما جعله الفريق الاقل ديونا ان لم تكن له ديون على ما اعتقد. يعني من غير الديون نتكلموا على الاستقرار اول شيء. نظن كي يكون عندك مدرب راهو في بلاصتو يعني راهو في مكانته هو اللي يقدر يستقدم اللاعبين مع تشاور مع الرئيس. نظن هذا الاهم بالنسبه لي لانه كي يكون مدرب في مكانه هو اللي يعرف اللاعبين يعني خاصه الجزائريين يعرف مستواهم يشوف النقائص اللي عنده في الفريق. صح. اليوم الرئيس بن ناصر خذا الدرس نظن في موسم نقدر نقولوا موسم ونصف يعني في البطوله الجزائريه المحترفه. نظن خذا الدرس بالنسبه لهذا الموسم ونصف لانه نقدر نقولوا عوده هذا الموسم كان في المستوى يعني كان احسن من المستوى لانه قام بمباريات كبيره وفاز بعده مباريات نهائي كاس في المرتبه نهائي الكاس راهو في المرتبه التاسعه. نظن هذه الاشياء كلها تحسب لصالحه يعني تجنب الاخطاء اللي قام بها في الموسم الاول. نعم. ونظن عاود رجع بقوه رجع المدرب اللي صعد معاه يعني من الدرجه الثانيه الى الدوري المحترف. صح. عزيز عباس اللي راه يقوم بعمل كبير في هذا الفريق يعرف البيت يعرف المنزل يعرف المسيرين يعرف المدينه يعني نظن هذه العوامل كلها اللي ساعدت فريق مقرى باش يعود بقوه في هذا الموسم وشفناه يعني خلق المشاكل لعدة فرق. نظن اليوم رئيس بن ناصر خضع دروس وعبرة بالنسبة للمواسم يعني موسمين اللي يعني مر بهم في المحترف الأول وخلاه يعني بتفكير آخر هي الاستقرار. نظن استقرار الفريق استقرار المجموعة هي الأهم. قاموا باستقدامات نوعية في المناف يعني في بعض المناصب اللي يمكن تكون فيها نقائص. نظن راهم يقوموا بعمل كبير
وفيه مفاهمة بينه وبين المدرب. نظن هذه الأشياء كلها مهمة بالنسبة لفريق مقرح. مهمة جدا، وخاصة الاستقرار كما تحدثت إبراهيم زفور، الاستقرار الذي تقريبا حافظ عليه كذلك من ناحية التعداد تقريبا فريق شباب بلوزداد، مصطفى كويسي الموجود في معسكر بمستغانم في انتظار وصول المدرب باكيت المنتظر يعني للإشراف على العريضة الفنية للفريق. فريق شباب بلوزداد كما ذكرت الذي نشاهد ربما بعض الصور من تحضيراته ومعسكره بمدينة مستغانم، من بين الأندية كذلك رغم رحيل المدرب زوران مانولوفيتش وكذلك أمير سعيد، إلا أنه حافظ على تقريب 90 إلى 95% من ركائز الفريق. لا، أغلبية اللاعبين راهم موجودين، هذا شيء، هذا يعني شيء مهم. صح أن راحت لك كما يقول لك الآخر، راح لك إمبيرل تروح، ولكن المجموعة راهي موجودة. الآن فيما يخص المدرب على حساب آخر، على حساب المعلومات اللي عندي، وربما راح غدا أو بعد غد راح يكون يعني موجود هنا، لأن كان عنده مشكلة تاع الفيزا، دونك هذا هو الإشكال اللي يعني عطلوا شوية على مجيئه إلى الجزائر. ورغم يعني أن بعتوا يعني بعتوا كل أوراق يعني الإدارة بعتت، ولكن فيه يعني ربما عراقيل لا رطار اللي يقدر يصرى لك التأخير يعني خارج إطار يعني الإدارة أو حتى المدرب. فيما يخص الشباب أنا نظن باللي كذلك يعني ملامح يعني تبان تاع أن صراحة يديروا سنة كذلك نظن جيدة، لأن قلت هذا غارداو لو ميم انيشيتيف. نزيدوا نتكلموا عن المدرب، ولو أن يعني ربما بعد كان يعني عندك نقطة راح تكلموا عن المدربين الجانب. لا هذا كمان نقدر نقولوا عنده سي في، لو عندما تشوف يعني السيرة الذاتية تاعو، فريق اللي يدرب يعني منتخبات وأندية وألقاب كذلك، خاصة الأندية، الأندية يعني يعرف إفريقيا، يعرف يعني كل نضم بلي السي في تاعو يناسب شباب بلوزداد. تحدث عنه. نعم. نعم. إذا نظن بالمدرب يعني وزيد اللاعبين كذلك، وكذلك محاولة يعني يلقوا رأس حربة، لأن الإشكال الآن راه موجود في الفعالية، ورانا دائما نتكلم عليها. إن شاء الله يزيدوا يلقوا رأس حربة ربما في إفريقيا، أو يعني اللي باش يكملوا أن الفريق راح يكون مكتمل. نعم. مكتمل من كل جهات. ونستمع لمدرب حراس مرمى شباب بلوزداد الذي يشرف على تدريبة الفريق في معسكر مستغانم من خلال أبرز ما ميز هذا المعسكر. ممتازة مع لي جوار ولا ستاف تكنيك ولا ستاف ميديكال، على بالهم المسؤولية على جينا احنا باش نبريباريو حاجة الأولى شامبيونز ليغ الماتش البروشين بليس الشامبيونة. الحمد لله حتى الساعة كما نقولوا الظروف قاعد الظروف متناسب للفريق ونخدموا في جو ممتاز. Pour le gardien de but, c'est travail spécifique pour les gardiens de but sur le terrain où est-ce qu'il va profiter l'occasion où on a près de la plage où surtout début de saison. En plus, je vais les deux gardiens qui m'ont voulu le championnat qui m'a retard. En plus, deux euros pour bizarre. En plus, donc maintenant compétition africaine. En plus, montamé directement au championnat. كما نقولوا يلزم تخدم معاهم، و بليس حمد كان روطار شويه في البريباراسيون سي هو الماكسيموم في البروغرام باش نديرو نزيدو دي سيونس سبيسيفيك بور غارديان بيت اون بليس الترافي اللي نديرو هنا سير تيران. إذن معسكر يمتد لغاية 7 أكتوبر. على السريع حتى نمر إلى نادي آخر تحذيرا لآسيا كميموزا، الفريق الذي يعني الذي سيكون اختبار حقيقي ل بداية دخول شباب بلوزداد في المنافسة الأفريقية بشكل فعلي. دركا بكل صراحة علي فريق شباب لازم دركا لازم يدي الألقاب، الألقاب الأفريقية. سني بلي دوك شامبيون الجزائري ولا دونك هذا ريكروتمون دان اونترينور لونفيرغور تاع باكيتا هذا ولا دونك مع ليفيكتيف والإمكانيات المادية اللي لازم نهضروا عليها بكل صراحه موفره لان شفنا الشباب قبل ما تكون عنده مدار كيفاش كان وكي دونك سي با يكون عندك امكانيات باش تلعب الادوار الثانويه. العام اللي فات من دوريان كان كارد دو فيناليست سي صح، دونك هذا العام لازم الشباب
يتوج ب ب ب ما نقولكش يعني لازم يلعب على الاقل. لا 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 مصطفى يلعب على اللقب باسكو كار دو فينال ولا دومي فينال ما بقاوش الى الى لي مويان بور جوي افون لا كوب دافريك. ان شاء الله تكون يعني بدايه موفقه خاصه مع منافس ميموزا اللي نعرفوه يعني فريق من احسن الفرق تاع كوت ديفوار. ان شاء الله يعني تكون بدايه موفقه ويعني هذا الشيء نتمناه. نعم ابراهيم زفور ككلمه عن تحضيرات شباب بلوزداد حتى نمر الى فريق اخر. نظن يعني استقرار اللاعبين واستقرار الاداره الا من ناحيه يعني المدرب اللي التحق بهم يعني المدرب باكيتا. نظن اليوم شباب بلوزداد عندهم مجموعة اللي قادرين ينافسوا على كل النواحي، لكن كما قال سمير مطالب يعني بالتتويج من ناحية الإفريقية. نعم إذن فريق شباب بلوزداد الذي نتمنى له كل التوفيق خاصة في التمثيل القاري للكرة الجزائرية. فريق آخر بدأ التحضير بشكل مبكر، أعد العدات اللازمة وانتدب مدربا جديدا حقق بداية موفقة الموسم الفارط وبداية موسم ممتازة مع فريق أولمبي المدية هو شريف حجار الذي ينضم إلينا عبر الهاتف. شريف مرحبا بك وشكرا لك على تلبية الدعوة. سي جعفر السلام عليكم، تحياتي للضيوف الكرام سي سمير سي مصطفى وسي زفور. شكرا جزيلا لك سي شريف حجار. بدأتم يعني التحذير مبكرا مقارنة ببعض الأندية، لعبتم لحد الآن على ما أعتقد مباراتان وديتان وأنتم في انتظار المباراة ولديكم مباراتين أخرين هنا بالعاصمة، كيف تسير تحذيراتكم بصفة عامة بالإضافة إلى أبرز الانتدابات التي قمتم بها لحد الآن؟ أولا يعني أقول الحمد لله يعني كانت البداية مبكرة شباب قسطنطينة طبعا وليس أولمبي المدية. البداية كانت يعني مبكرة خاصة التحضير الأول يعني التربص الأول في تكجدة وين يعني كانت كل اللاعبين تقريبا حاضرين ما عدا بوكو اللي ما كانش حاضر اللي كان غايب. إذا نقولوا بالانطلاقات تاع التدريب انطلقت في الوقت محدد، قمنا بالتربص الأول في تكجدة واليوم وهذا التربص الثاني اللي بدا يوم الجمعة بجزائر العاصمة. من خلال التربص هو دائما تحضير الفريق خاصة من ناحية المرحلة الثانية خاصة من ناحية التكتيكية، يعني لما يختلف كل الفريق شوية تغير يعني 50% لازم نقول الانسجام مع الفريق الاوتوماتيزم، ومن خلال التدريبات والمباريات هي اللي تخلي الفريق يعني يتطور من هذا الجانب. نعم سي شريف حجار، ما تقييمكم يعني لحد الآن؟ تربص أول مخصص للجانب البدني، الآن أنتم في الجانب التكتيكي كما تحدثت، ما تقييمكم لحد الآن للمرحلة الأولى؟ هل أنتم راضون على الإمكانيات المتوفرة عن الانتدابات التي قمتم بها وأغلبيتها من اقتراحكم سي شريف حجار؟ والله يعني من ناحية الإمكانيات كل الإمكانيات متوفرة، خاصة يعني نشكر يعني الشركة هي المالكة للفريق شركة الوان تي بي على رأسها المدير العام البي دي جي يعني حلوة، والمدير العام تاع الفريق سي جاسمي اللي وفر كل الإمكانيات حتى بالانتدابات ساعدنا بزاف باش قمنا بالانتدابات نوعا ما نوعية. التربص الأول كان جرى في تكجدة والهدف منه يعني تكوين الفريق، خاصة يعني لازم يكون لك عندك فريق متماسك، لازم يكون عندنا روح المجموعة. والجانب الثاني هو الجانب البدني اللي حاولنا اللي كان يعني الهدف الثاني نقول باللي نجحنا يعني في التربص الأول فات على كلام يورام والحمد لله، ورانا في التربص الثاني. تقييم التربص الثاني راها يعني في منتصف يعني التربص، نقول باللي الأمور جارية على ما يورام. كما قلت جينا لحد الان مباراتين وديتين، في هذه المباريات الوديتين عطينا كل اللاعب عطينا فرصه باش يكون يلعب، لان التعداد ما يخبركش التعداد راه كبير، التعداد تحري رانا في تقريبا يعني تقريبا 30 لاعب، اذا يعني المنافسه تكون شديده ما بين اللاعبين، ومن تكون المنافسه هذا يعطي كما نقول روح المنافسه تعطي يعني فرديا رايح يتطور اللاعب، وتطور اللاعب فرديا اللي يعكس على
المجموعه يكون جماعي جماعيا. الحمد لله يعني لحد الان يعني نقول التربص في ظروف حسنه، اللاعبين يتجاوبوا، ولكن نقول لك تركيز عالي تاع اللاعبين، خاصه بعد ما صرحنا اللاعبين وحضرناهم نفسيا قلنا هذا الفريق يمتلك كل الامكانيات، ماهوش اي فريق، ما كاش مشاكل يعني سواء الماديه او الاداريه، اذا اللاعبين الا التركيز على التحضير وعلى البطوله. وقلنا لازم في هذه السنه ان شاء الله ربي يكتب الفريق هذا ما راحش يلعب الادوار الثانويه كما الفريق الاخرى اللي عندها الامكانيات، لازم الفريق هذا يكون عنده طموحات كبيره، ولما لا اللعب الادوار الاولى او المراتب الثلاث الاولى. نعم، اذا طموحكم يعني هو لعب الادوار الاولى الموسم الداخل بحول الله، هل هناك يعني تربص اخر او معسكر اخر؟ هل سيكون بالجزائر؟ هل تفضلون البقاء بالجزائر ام ستنتقلون او تتنقلون الى مكان اخر؟ لا، هذا ثاني تربص هو اخر تربص في الجزائر، تربص الاخير، ومن بعدها هو الدخول الى قسنطينه، يعني تبقى اسبوعين على انطلاق البطوله لترتيب الامور تاع اللاعبين تماك في قسنطينه، وتعود على الجو في قسنطينه، وتحضير المقابله الاولى، لان نقول باللي هو كافي يعني تربصين كافي لتحضير الفريق، ويبقى لنا يعني اسبوعين لتحضير الفريق في قسنطينه ان شاء الله. نعم، ربما مصطفى كويسي يريد ان يتحدث معك. نعم تفضل. السلام شريف، برك انا نلحق لك واحد الميساج، متوحشك صحاب القارص انت راك فاهم. الله يعطيك الصحه، حتى انا توحشت لي بول. اي ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق خويا. هذا لغز ربما سنن نعرف، هو يعرف وانا نعرف، نتعرف اليه بعد نهايه البرنامج مصطفى. نعم سي شريف حجار، إن كان لديك كلمة أخرى أو رسالة إلى أنصار شباب قسنطينة حتى يعني نختم معك، تفضل. والله رسالة لوجه الأنصار قسنطينة خاصة يعني لازم كما قلت الثقة في هذا الفريق. الحمد لله يعني الانتدابات حنا راضين عليها، راضينا الفريق، ولو رانا في البداية تاع الموسم مازال ما لحقناش المباريات، ولكن لازم عندنا ثقة كبيرة في هذه المجموعة، لأن قوة الفريق هو في روح المجموعة. ما دام عندنا كاين روح المجموعة فيها أمل كبير، هذا الفريق يعني يكون يعني في المستوى مع الأنصار، يعني يكونوا متحدين ما بيناتهم، يعني يشجعوا هذا الفريق، وإحنا من جهتنا إن شاء الله نكونوا في عند حسن ظن الجميع. شكرا جزيلا لك سي شريف حجار مدرب شباب قسنطينة على تلبية الدعوة عبر الهاتف، كنت معنا مباشرة من العاصمة حيث تقيمون المعسكر التحضيري الثاني. مشاهدينا إذن نمر إلى محور أخير في عدد اليوم من برنامج نبض الكرة، تجربة تونس للاعبين الجزائريين المنتقلين إلى اللعب بالدوري التونسي، عددهم بلغ ما يفوق 25 لاعبا مقابل ربما صفر لاعب تونسي بالبطولة الجزائرية، وعلى العكس من ذلك مدربون بالجملة صاروا يشرفون على الأندية الجزائرية في موضة أو ظاهرة باتت سمة في البطولة الجزائرية في الأعوام الأخيرة. نتابع هذا التقرير لزميلة لبنى برويس ونعود. ظاهرة استعانة الأندية الجزائرية لكرة القدم بالكفاءة الأجنبية على حساب المحلية من المدربين صنعت الحدث وتركت بصمة ظاهرة، كان وقعها أسماء عدة وعديدة غربية وعربية، والحصة الأسد كانت من نصيب الجارة تونس. وبالعودة إلى ثلاثة مواسم انقضت، نذكر تعاقد اتحاد الحراش مع المدرب التونسي حماد يدو موسم 2016-2017، ولعل أبرز مدرب تونسي مر على البطولة الوطنية هو معز بوعكاز الذي أشرف على ثمانية أندية، ويتعلق الأمر بوفاق سطيف اتحاد بالعباس وشبيبة الثورة، لتأتي بعدها تجربة نبيل الكوكي مع وفاق سطيف بنتائج جيدة حققها مع النادي، والتي ساهمت في زيادة استقطاب المدربين التونسيين هذا الميركاتو بانضمام كل من خالد بن يحيى مع مولودية الجزائر وقيس اليعقوبي مع نسور جنوب الثورة.
تبادل الخبرات لم يقتصر فقط على المدربين بل حتى على اللاعبين، لكن هذه المرة بمعادلة عكسية، حيث أصبح اللاعب الجزائري المورد المبحوث عنه لدى أكثر الأندية التونسية، إذ عرفت البطولة رحيلا جماعيا للاعبين الجزائريين للموسم الثالث على التوالي بعدما انتقل 10 لاعبين للاحتراف بتونس، أين خطف النجم الساحلي الظهير الأيسر ليفاق سطيف العوافي يوسف، كما تعاقد فريق صفاقسي مع متوسط ميدان شبيبة القبائل رايح مليك ومهاجم ولودية وهران هشام نقاش وغيرهم كثر. واعتبار الاتحاد التونسي لكرة القدم للاعبي المغرب العربي بمثابة لاعبين محليين سهل انتقالهم بهذا العدد في كل موسم، فما هو تأثير ذلك على الدور الجزائري؟ وأي انعكاس على المستوى الفني والمالي لبطولتنا الوطنية؟ نعم، إذن أسئلة تطرحها الزميلة لبنى برويس، ما هو تأثير ذلك على البطولة الجزائرية فنيا وكذلك ماليا بالنسبة للأندية؟ مصطفى كويسي، صارت موضة يعني المدربين التونسيين الذين يشرفون على أندية جزائرية، هناك ثلاثة يعني في أندية من الكبيرة، بن يحيى في المولودية، اليعقوبي في الصورة، والكوكي في وفاق سطيف حاليا، بالإضافة إلى الأسماء الكثيرة التي مرت على الكرة الجزائرية، ما هو تأثير ذلك يعني على المستوى؟ شوف، هو الشيء هو الشيء عادي لو يعني نتكلموا بالمنطقة تاع الكرة القدم، عندما يكون مدرب لي يعني عنده كما قلت لك مقبلة سيرة ذاتية تكون يعني إيجابية وعنده النتائج وخدم يعني هذاك مرحبا. شوف ناخذوا، تكلمت على تونس، أنا ناخذوا جزء مثال بسيط، عندما شفنا احنا الكوكي، شفنا العامل تاعو الان في الوفاق الصيف يعني منذ ايه مجيئه الى الوفاق، شفنا ان الفريق يعني تطور، يعني نقولها بكل صراحه، ولو ان يعني ما داوش يعني اللقب، ولكن كان فريق يعني من ناحيه اداء او خاصه الكونتيني تاع المباراه تاعهم، تحس باللي كاين تحسن، يعتمد على العناصر الشابة. لا، عنده فلسفة، عنده استراتيجية تاع العمل تاعو، عندما تجيب مدرب كيما هذا يعني قلت لك شيء عادي، وشيء ربما حتى الفريق راح يستفيد بالمجيء، ولكن عندما تجيب مدربين آخرين هاو الإشكال، تجيب مدربين آخرين اللي ما عنده ربما ما عنده سيفي منيح، ما عنده ألقاب، ما عنده ألوركو هنا في الجزائر كاينين مدربين، هنا عندنا عقدة شوية لازم الله نقولوها، عندنا عقدة على كل توسكي ألجيريان، عندنا عقدة هنا ربما يشاطرك سمير حوحو. لا، كل اللي يلعبوا كرة القدم يشاطروني، ما نضمن بيانسير بيانسير كاين يطرشوا مدرب. لا لا لا، شاطر بيانسير شاطر، ولكن يبقى نقطة الاستفهام، هل لهذه الدرجة وين ما كانش كفاءات وطنية؟ كل ألقاب، أغلب الألقاب اللي تحصل عليها الفرق الجزائرية وطنيين يعني وخارج يعني في الوطن اللي شامبيونا، حتى المنتخبات، حتى المنتخب الوطني، مدربين محليين يعني مدربين تاع الجزائر، احنا ماناش بالعكس توانسة خاوتنا ومرحبا لا 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 مرحبا بالكفاءات، ولكن هل كما قال مصطفى كي تعود ان سي في بيان رومبلي راح يفيد يعني الكره الوطنيه، على سبيل المثال كوكي اللي ادى يعني راه يؤدي في خدمه كبيره في لونتونت، لما لا؟ ولكن هل اسو بوين رؤساء الفرق يهربوا من المدربين الجزائريين؟ هل مشكل كفاءه او هل هناك اسباب اخرى؟ تبقى نقطه استفهام ونحل قوس علي. يعني بالمناسبه احنا رانا عندنا اعتماد تاع لانف لاسوسياسيون ناسيونال دي زيدوكاتور دو فوتبول، وراكم مدعيين ان شاء الله باش تحضروا، عندنا سيمينار كاين لاميكال دي زونترينور تاع جيبوتي، يكون عندنا ان شاء الله ابارتير دو كات باش نبعثوا لكم، راكم ندعوكم ان شاء الله باش تغطيوا الحدث، لان لانف هذه باش تعاود ترجع قيمه المدرب، رد الاعتبار وتكون عندنا كلمه في يعني في لا فيديراسيون، وباش نعاودوا نلموا شمل المدربين ويكون المدرب حلقه صحيحه في الكره الوطنيه، لان شفناه باللي سي درني طون تهمش بزاف المدرب والمربي كذلك بالدرجه اكزاكتومون، فورماتور ليديكاتور وكلشي صح.
في المقابل إبراهيم، يعني مدربين تونسيين صاروا موضة في الدوري الجزائري والبعض منهم أثبت كفاءته، في المقابل يعني هجرة جماعية للاعبين الجزائريين إلى الدوري التونسي، ما تفسير ذلك؟ يعني هل هو بسبب الإمكانيات أم أسفل؟ أنا بالنسبة للمدربين يعني الأونة الأخيرة شفنا بعض المدربين تونسيين، لكن قبلهم مروا عدة مدربين فرنسيين وما شفناش يعني ما جابوش للزيادة بالنسبة لبطولتنا الجزائرية. نعم نظن اليوم السؤال مطروح للمسؤولين، هل عندهم عقدة بالنسبة للكفاءة الجزائرية؟ هذا ماك علاش نشوف اليوم فيه تكوين بالنسبة للمدربين وما همش يعتمدوا عليهم؟ صح. هذا هو السؤال المطروح يعني. أما بالنسبة للاعبين نظن هذا الرحيل الجماعي نظن عائد إلى بالنسبة نقدر نقول 90% بالنسبة للمشكل المالي المشكل المادي، لأن كل موسم رانا نشوفوا فرق تتلقى صعوبات كبيرة باش تدفع رواتب اللاعبين. ظن اللاعبين فضلوا البطولة التونسية اللي يمكن نقولوا أكثر احتراف بالنسبة لبطولة أقرب إلى الاحتراف ربما، فضلوا البطولة على سيرة. نعم الوقت انتهى، وقت البرنامج انتهى، ربما تطرقنا لكل المحاور التي كنا سنتحدث عنها، لم يبقى لي إلا أن أشكر محللي التلفزيون الجزائري وكذلك ضيفنا سمير حفر الذي كان معنا اليوم. شكرا جزيلا لك سمير، شكرا لإبراهيم زفور، شكرا ومصطفى كويسي، شكرا جزيلا لكم جميعا. مشاهدينا لم يبقى لي كذلك إلا أن أشكر الفريق العامل بقيادة المخرج ياسين سادات وإسلام في التنسيق. هذا علي جعفر يحييكم، في أمان الله.